السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الكهف آیت نمبر 64 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. أبرحوها يا أبرحو. پھر سے پڑھیں. وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا. نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. في البحر في البحر في البحر سربا. في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. نسيت
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه